استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة اليمني قام بإطلاع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للشعب اليمني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوي بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. من جانبه أكد السيد الرئيس قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.